احنا وصلنا لمسك الختام، اخر محاضره في اخر جلسه، وانا بشكر حضراتكم طبعا على زي ما الدكتور عاطف قال، الدكتور المثابر اللي قاعد لغايه اخر المؤتمر، شكرا جزيلا لحضراتكم. يسعدني ان انا اقدم الاخت الفاضله والزميله العزيزه دكتوره زينب جابر، استاذ مساعد بقسم تروبيكال ميديسين جاسترو انترولوجي، تقدم لنا توبيك بعنوان نيوتريشن نيوتريشنال مانجمنت ان نافلد مافلد. اتفضلي دكتوره زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابه اشكر الدكتور هايد على التقدمه، ومبسوطه بالمنصه الكريمه. برحب بسياده العميد استاذ الدكتور سعد والدكتوره استاذ الدكتور مديحه. واحنا دكتور سعد كنا احنا اول ويف في الدبلومه التغذيه في كليه الطب، يعني الحمد لله. يعني النهارده التايتل بتاعي عن النيوتريشنال مانجمنت في النفد والمفد. هو احنا ليه بقى اهتمينا بالنفد والمفد الايره دلوقتي؟ في تشينجينج في المياه بتاعه الكرونيك ليفر ديزيز. لاندسكيب اوف كرونيك ليفر ديزيز في مصر حاليا اتغيرت، وبداوا يهتموا اكتر بالنفد والمفد علشان انكريزنج البريفالنس بتاع الاوبيزيتي كان هو سبب في انكريزنج بريفالنس اوف نفد اند مفد. ماي اجندا نومنكليتشر جلوبال بريفالنس ناتشورال هيستوري البصر فيسيولوجي اند ريسك فاكتور دايجنوزس والنيوتريشنال مانجمنت. النون الكوليك هو ده كان الاولد تيرم، حصل رينيمنج للنفد لمفد، وفي كمان رينيمنج جديد اللي هو الستاتوتيك ليفر ديزيز. نون الكوليك از نون كولد ميتابوليك ديسفانكشن اسوشيتد ستاتوتيك ليفر ديزيز. هو ده معناه ان بيحصل بيلد اب لاكسترا فات في الليفر سيل، ويتش از نوت كوزد باي الكول. ودي كانت عيب الترم ده، ان هو النافلد ده بيعتبروه ان هو اكسكلوجن تيرم ليستيجماتايزنج لانجويج، ان انا عشان اشخص لازم العيان يبقى ما ياخدش الكحول، بعمل اكسكلوجن هيباتايتس بي اكسكلوجن هيباتايتس سي. فده خلى نسبه كبيره من العيانين ما بت... يعني ما قدرناش نعمل لهم كلينيكال ترايل، وده خلى ان كمان النافلد ابت ناو، يعني 40 سنه من الابحاث مفيش بروفن فارماكولوجيكال ثيرابي في الجايد لاين نتيجه الاكسكلوجن اللي كانوا بيعملوه زمان. لكن الميتابوليك ده الترم ده سهل، يعني انا العيان عنده ميتابوليك بارامتر وهيباتايتس سي مفيش مشكله هعالج الاثنين، ميتابوليك بارامتر هيباتايتس بي هعالج الاثنين. فهو النافلد كان ديزيز اوف اكسكلوجن، لكن المافلد ده ميزته ان هو ديزيز اوف انكلوجن، فده خلى ان انا بعد كده هعالج العيان ايا كان الليفر بيثولوجي اللي موجود معاه. هو نورمالي الليفر بيبقى فيه كونتين سم فات، لكن لما يبقى الفات البرسنت بتاعته بيزيد عن 5-10% ده بيعتبره فاتي ليفر اللي هي سياتوزس. هو المور سيفير فورم اوف نافل، هو طبعا هو سبيكتروم اوف ديزيز بيشمل حوالي 4 ستيجز. الستيج الاولانيه فاتي ليفر اللي هي سياتوزس بس، الستيج الثانيه بيبقى فيه ستياتو هيباتايتس، الستيج الثالثه بيبقى بعد كده دخل في فايبروزس، والستيج الرابعه اللي احنا مش عايزين العين يوصل لها اللي هو السيروزس. تمام. هو طبعا ده يعتبر الموست كومن ليفر ديزيز في الاطفال، وده يعني حصل دبلنج للبريفالنس بتاعه اوفر باس 20 ييرز. دي البيبر اتنشرت في ديسمبر 23، وهي دي اللي اول يعني البيبر دي اتعملت 3 نيشن سوسايتي للليفر اورجانيزيشن اللي هي الاسلد والايسل والفاونديشن بتاعه الامريكان نيتن، هي دي اللي قالت ان الترم اوف ستاتوتيك ليفر ديزيز هو ده الترم الصح يعني انكلوزيف تيرم، ان ده بيشمل فاريوس ايتيولوجي اوف ستاتوز. الالجوريزم ده بيوضح ايه الستاتوتيك ليفر ديزيز، هم قسموهم لفايف سب كاتيجوري، يا اما ميتابوليك ديسفانكشن ممكن بس بوينتر، يعني انا عندي هو اتقسم الى فايف سب كاتيجوري. اول حاجه اللي هو الميتابوليك اسوشيتد ستاتوتيك ليفر ديزيز، ده انا عيان عنده ميتابوليك ريسك بلس ان هو فيه استياتوزس، فيه هيباتيك استياتوزس سواء كان على مستوى الايمجينج او على مستوى الهيستولوجي. طيب لو هو العيان عنده ميتابوليك بارامتر فيه موجوده وكمان في الكحول انتيج بنسبه معينه حددوها حسب الويك انتيج فسموه ميت الد، يعني ميتابوليك ومعاه كمان الكحول ريليتد ليفر ديزيز. خلاص دي اول اثنين. الطيب الثالث اللي هو الالكوهوليك وزوت الميتابوليك بارامتر، الكوليك ستاتوتيك ليفر ديزيز ومعيان ما عندوش كاردوفاسكولار او ميتابوليك ريسك. النوع الرابع ستاتوتيك ليفر ديزيز نتيجه سبيسيفيك ايتيولوجي بقى، في دراج اندوز او مونوجينيك ديزيز او ميسلينس. النوع الاخير اللي هو الكريبتوجينيك اللي هو ما عندوش ميتابوليك بارامتر وما عندوش ايدنتيفايبل كوز للستاتوزس، فده الكريبتوجينيك. وقالوا ان ممكن الكريبتوجينيك ده في الفيوتشر ستاديز يطلع برده حاجه ثاني تبع الستاتوز. وبرده الكريبتوجينيك زمان كان الكريبتوجينيك سروزز ليه انه حوالي 75-90% من كل الكوزز بتاعت اللي كانوا يسموها كريبتوجينيك سيروزس طلعت ان هي عباره عن برند اوت ناش، يعني الناش ده هو كان السبب الاساسي في ليفر سيروزس بس ما قدرش يتعرف على مستوى الباثولوجي. طيب بعد كده بالنسبه ده احنا قلنا السبيكتر بتاع الديزيز، الجلوبال بريفالنس بتاعه هو طبعا دلوقتي بقى هاز يعني بابليك هيلث بروبلم، وبيمثل حوالي جلوبال بريفالنس 25% في الادلت. بالنسبه لللوكال بريفالنس عندنا في مصر وده اللي يهمنا،
هو طبعا البريفلنس بتاعه في مصر بدا يزيد مع زياده البريفلنس اوبيزيتي، والاستادس كانت قليله، لكن ليه ان الاوفر اول بريفلنس في مصر عندنا حوالي 47%، منهم 15-18% في الاطفال. ده الناتشرال هيستوري. احنا اللي يهمنا في النفل ان انا العيان اللي عنده نفل 75% ممكن الامور بتاعته تعدي وما يحصلش فيه مشكله. في بقى المشكله في ال 20% اللي هي بيسموها رول اوف 20. ال 20% دول هو اللي ممكن يحصل له بروجريس لاستياتو هيباتايتس، والاستياتو هيباتايتس بعد كده يقلب فايبروزس ويتحول لسيروزس. ده كمان وجدوا ان العينين دول 7% منهم ممكن يدخل في اتش سي سي. وقالوا كمان ان احنا حاليا يعني بنلاقي في مستشفى الربحي في انكريزنج في البريفلنس بتاع الاتش سي سي بوست اتش سي في. فقالوا ان لا، ده كرونيك هيباتايتس سي مش وحده بس، ده اللي هيحتاج لما هيتكشف يعني في الفيوتشر ستادز ان الاتش سي في مش وحده هو كان السبب في انكريزنج بريفلنس في اتش سي سي، لا ده ممكن يكون كان معاه كوفاكتور تاني اللي هو وجود الناش مع الاتش سي في هو ده اللي سرع البريفلنس بتاع الاتش سي سي في العينين دول. هو طبعا الترم بتاع الفاتي ليفر ده موجود من 1840، يعني ده مش جديد، بس هو يعني قعدوا بقى حوالي 40 سنة في نفل نفل نفل، وده اللي خلى نسبة الناس اللي تدخل كلينيكال ترايل عشان أنا أوفر علاج قليلة. في 2020 بدأ يتغير الترم من نفل إلى مفل، اللي هو ده المور كونكلوزيف ترم بالنسبة لي. ريسك فاكتور كتيرة أهمها طبعاً الأوبيزيتي، الأدفانسينج في الإيج اللي هو الفورتيز والأربعين وخمسين سنة، اللي موجود وجود الإنسولين ريزيستنس، وجود الهايبر ليبيديما خاصة الهايبر ترايجلسريديميا. هاو فات أكيوميليت إن ذا ليفر؟ انا عندي ثلاثه يعني بس فيزيولوجيك فاكتور عشان الفات يتكون في الليفر، يا اما الفري فاتي اسيد الدليفري بتاعها جوه الليفر ذات، يا اما البيتا اوكسيديشن جوه الليفر حصل فيها امبيرمنت، يا اما الاكسبورت بتاع الفات من الليفر برضو حصل فيها امبيرمنت. اي واحده من الثلاثه دي يحصل فيها مشكله، الدليفري ذات، البيتا اوكسيديشن فيها حصل امبيرمنت، ان انا اخرج الفات ده على الفيري لودنس لابوريتين فيها مشكله، هتؤدي الى انترا هيباتيك اكيوميليشن الفات. واللي يهمني في الفات هنا هو الترايجلسرايد، يعني المين باثولوجيك ليجن في المفل هو الاكيوميليشن اوف ترايجلسرايد في الهيباتوسايت سيتوبلازم، هو ده المين باثولوجي. احنا عندنا كذا ريسك فاكتور يعني كذا باثولوجي، اهمهم طبعا الفركتوز، وده بيعتبروه هو المتهم الاساسي في المفل. طبعا احنا الفركتوز موجود في حاجات كتيره، طبعا موجود في الفروت وفي الفيجيتابل، موجود كمان في البروسيسد فود والكاند فود والهاي كورن سيرم. طبعا الفركتوز بتاع الفروت والفيجيتابل ده ناتشرال، والكميه بتاعته مش سفيشنت ان تعمل لي هارم او تدخل في نفل، لان كمان وجود الفايبر مع الفركتوز في الفروت والفيجيتابل دي بتبقى بروتكتيف، فبتقلل الابزوربشن بتاع الفركتوز. هي مشكله الفركتوز الحاجات اللي هي المصنعه، الدرسات والصوصات والكريمر والحاجات بتاعه الغذائيه المحفوظه، يعني هي دي بيبقى فيها هاي كوانتيتيز اوف فركتوز، دي اللي بتبقى هارمفول، وهي دي بتبقى يعني هي بتعمل لايبوتوكسيستي وبتزود اللايبوجينيسيس جوه الليفر. تمام، ده هو الرول الفركتوز، هو الكي بلاير في الديفلوبمنت اوف بروجريشن اوف نفل، وده درايف فروم دايت فروم فيا سويتند بيفرج اند بروسيسد فود. فركتوز هو بيشتغل ان هو بيزود اللايبوجينيسيس، انهانس الفري فاتي اسيد اكيوميليشن. عيب الفركتوز في حاجه ثاني ان هو نون انسولين ديبندنت، يعني حتى لو عين عنده انسولين ريزيستنس الابزوربشن بتاعه شغال ومستمر، وده برده بيزود اللايبوجينيسيس جوه الليفر. انا بس بحاول اسرع في الباث فيزيولوجي عشان ندخل نيوتريشنال مانجمنت. احنا عندنا برده الحاجه الثانيه اللي هو رول اوف اوبيزيتي، الناس اللي عندها البي ام اي اكتر من 30 كيلوغرام بير سكوير متر، ده ليه الناس ان الاوبيزيتي بتعمل حاجتين، بتزود السكريشن بتاعه انفلاماتوري سايتوكاين وبتقلل الانتي انفلاماتوري باسوي. فطالما في انفلاميشن شغال، في تيومر نيكروزيس فاكتور عماله يحصل لها سكريشن، في اكسوليتيف ستريس، وفي نفس الوقت الانتي انفلاماتوري باسوي ده سبريز، فبالتالي العين ده برده هيبقى يحصل له ايه بروجريشن في النفل. الايتم الثالثه اللي هي رول اوف انسولين ريزيستنس، ان البريفرنس انسولين ريزيستنس دي بتزود الهايبر جلايسيميا، بتزود الريليز بتاع الفري فاتي اسيد، بتعمل امبيرمنت البيتا اوكسيديشن، النت ريزلت بتاعتها ان هي بتزود لي اللايبوجينيسيس وبتعمل لايبوتوكسيستي. في بعد كده برضو الرول اوف جت مايكروبيوتا، ليه ان في العينين بتوع النفل في حاجه اسمها جت ديسبايوزيس، بيبقى العيان ده عنده ستيت اوف ديسبايوزيس اللي هي بيبقى ليكي جت، الانتصان البرميابيليتي بتاعته بتبقى عاليه، فدي برضو بتزود ان انا هو في يعني في كورليشن بين الليفر والجت. الليفر 75% بلاد سبلاي بتاعه جاي من الانتستين، وفي العكس بقى الجت بتاعتها على طول اكسبوست للبايل برودكت والبايل سولت. فالباي دايركشنال باس واي بين الليفر والجت هو ده السبب في موضوع الجت ديسبايوزس في عينين النفل. فحالات النفل لقيوا ان فيها ديسبايوزس، ده بيعمل لو جريد انفلاميشن، الانفلاميشن ده بيزود الميتابوليك ستريس، بيزود بتاعه الشورت تشين فاتي اسيد، وبيزود الهيباتيك دي نوفو لايبوجينيسيس اللي هي الباثوفيزيولوجي الاساسي في حدوث النفل.
ده رول وات وات في يعني ديفرنت ميكانيزم. قالوا ان هي بتعمل ريجوليشن انرجي هوموستاسيس عن طريق ان هي بتزود الكربوهيدرات فيرمنتيشن والفورميشن بتاع شورت تشين فاتي اسيد ويتش اندوس دي نوفو هيباتيك لايبوجينيسيس. ان هي بتعمل ميدوليشن في الكولين ميتابوليزم. الكولين ده مهم جدا عشان تصنيع الفيري لودنس لايبوبروتين وعشان ان انا اخرج الفات من جوه الليفر سيل. فانا ما بعمل ميدوليشن في الكولين كده الفات بيحصل له اكوميليشن جوه الليفر. الميكانيزم الثالثه في الجلد ديسبيوزس زي ما يحصل ميدوليشن باي الاسيد هيموستاسيس واني كمان بيزود اللايبوبوليسكرايد فورميشن. كل ده بيزود السيتوكاين وبيعمل انفلاميشن جوه الهيباتوسايت. ده بريف يعني باثولوجي. عندنا احنا كذا فاكتور اشتغلت على الهيلث ليفر. لايبوتوكسيستي نتيجه ميتابوليك فاكتور زي الدايبيتس انسولين ريزيستنس اوبيزيتي ان هيلثي لايف ستايل ان ذا فورم اوف ويسترن دايت والهاي فركتوز دايت. كل ده حولت الهيلث ليفر الى سياتوتيك ليفر اللي هو سياتوتيك ليفر ديزيز. هو طبعا تشخيص المفد دلوقتي اسهل من زمان. انا عشان اشخص المفد اول حاجه العيان على مستوى الايميجينج او على مستوى الهيستولوجي فيه هيباتيك ستياتوزيس معاه تايب 2 دايبيتس خلاص هو كده مفد. معاه انكريز في البي ام اي اكتر من 25 في الكوكازيان او اكتر من 23 هو كده مفد. طب لو هو نورمال ويت ولين يعني ما عندوش اوبيزيتي اشخص ازاي المفد؟ انا عشان اشخص المفد محتاج ان يبقى عنده 2 من السبعه ميتابوليك فاكتورز دي. 2 منهم لو اتوجدوا مع عيان لين نورمال ويت ومعاه هيباتيك ستياتوز على مستوى الايميجنج يبقى عنده هيباتيك ستياتوز وعنده نورمال ويت. بس ليه معاه 2 من السبعه دول موجودين اللي هي بتشمل ويست سيركمفرنس والبلاد بريشر والبلازما تريجلسرايد والهيموجلوبين اي 1 سي وزودوا كمان هم كانوا في الاول 5 زودوا عليهم الهوما والبلازما هاي دنسيتي سي رياكتيف بروتين. لو اتوجدت 2 من الميتابوليك ريسك فاكتور دي يبقى كده هو ده العيان ده عنده مفهم. دي ديفرنت انفيزيف يعني نون انفيزيف تيست بتستخدم لتشخيص المفد والغرض منها ان انا مش عايزه استخدم الليفر بايوبسي كجولد ستاندرد فور دايجنوزس. انا عايزه العيان ده همشيه على دايت ريجيمين همشيه على لايف ستايل موديفيكيشن. فانا عايزه اتابعه مثلا بعد 6 شهور بعد سنه مش معقول بعد 6 شهور وسنه اعيد الليفر بايوبسي تاني. الليفر بايوبسي ليه هازاردس وفي ليه سيرتن ليميتيشن. فانا ده كان الغرض ان انا عاملين نطلع حاجات نون انفيزيف سواء كانت ايمجينج او بايوماركر علشان اشخص العيان ونتابع بيها العيان بعد التريتمنت بعد كده. اشهرهم طبعا احنا عندنا في عياده النيوتريشن مستشفى رجحي الفايبر سكان وسكاب. ده اللي بيقيس الفايبر بيقيس الفايبروزز اللي اف 0 لغايه اف 4 والكاب اللي هو كنترول اتينيشن بارامتر بيقيس الاستياتوزز ديجري اوف فات اكيوميليشن وده الجريد بتاعته من اس 0 لاس 3. في بايو ماركرز كتيره زي الفيب 4 والنافل سكور. كل الحاجات دي الغرض منها ان انا بشخص العيان اللي عنده ايرلي ستيج اوف فايبروزز ادفانسد ستيج عشان بعد كده بعمله فولو اب لما بدي سيرتن دراجز وسيرتن تريتمنت معين. According to 2023 overview research قالوا ان النفل ده لو احنا شخصنا العيان بدري هو reversible stage في الستيج بتاعه الستياتوزس والستياتو هيباتايتس كمان ممكن يبقى ده reversible stage قبل ما يدخل العيان في سيروزس والكوميونيكيشن بتاعته decompensation. قالوا كمان الناشونال هيست ستيت نوت ذات ايرلي ديتكشن اند مانجمنت مي هيلب تو ريدوس الامونت اوف ليفر فات اند ستوب النفل فروم بروجريشن تو اند ستيج ليفر دامج. طبعا احنا البريفالنس بتاع النفل قلنا ان هو سبستانشال انكريز وبقى جلوبال يعني بيردن. وخطوره النفد مش ان العيان هيموت من ال HCC لا هو خطورته كمان ان معاه كارديوفاسكولار يعني كارديوفاسكولار ديزيز معاه مالجنسي هي دي ممكن تكون الكوز اوف مورتاليتي فيه. يعني حتى لو العيان ده بعد كده كمان احنا ما ننساش ان النفد ده حاليا قالوا على 2030 هيبقى هو الفاست جروينج انديكيشن فور ليفر ترانسبلانتيشن. يعني احنا في الاول كان الانديكيشن الفيرال هيباتايتس والكورونيك هيباتايتس وسيروزز نتيجه الفيرال هيباتايتس. قالوا لا ده على 2030 هيبقى الفاست جروينج انديكيشن ليفر ترانسبلانتيشن وان جت كده يعني عشان كده هميت النفل هو ده هيبقى الانديكيشن العين بتاع الكورونيك هيباتايتس. لان ده لما تيجي تعمل له زرع انت عندك حاجات كاردوفاسكولار يعني انسلت تاني لازم تعالجها وهياخد منه سبريسف دراج يا اما تزود الكاردياك ريسك يا اما تقلله. فهو ده بالعكس ده العيان ده بيحتاج مالتي ديسيبلينري تيم في المانجمنت بتاعه لو هيبقى كانت فور ليفر ترانسبلانتيشن. البراكتس فور مانجمنت تشمل ثلاث حاجات اللايف ستايل اللي هو الدايت طبعا والويت ريدكشن فارماكولوجيكال ثيرابي. هي حاجات مش بروفن لسه بس دي كلينيكال ترايل يعني حاجات استخدمت وثبتت بروفن ان هي افكتيف. والسيرجيكال استراتيجي اللي هي البارياتريك سيرجري. اللي يهمني انا دلوقتي العيان اهم حاجه في المانجمنت بتاعي اللي هو الويت ريدكشن. والويت ريدكشن هنا اللي يهمني ان هو يبقى جرادوال ويت ريدكشن مش رابيد ويت لوس. يعني العيان لما اقول له انت لازم تخس لا لازم يبقى جرادوال ويت لوس يعني من يعني مثلا يخس حوالي من نص لكيلو في الاسبوع مش اكتر من كده. ان اكتر من كده الرابيد ويت لوس ليه ان الرابيد ويت لوس ده ممكن يبقى ليه يعني هازاردس افكت وممكن يزود الهيباتيك ستاتوز. بالنسبه للدايت اللي هياخده العيان
اهم حاجه كل الجمعيات العالميه الايزل والاسلد والاسبن قالت ان احنا العيان ده لازم يمشي على حاجه اسمها هايبوكالوريك دايت، يعني نعمل بيرنينج 500 ل 1000 كالوري في اليوم، بحيث التوتال كالوري انتيك بتاعه من 1200 ل 1500. وليه؟ ان حاجه اسمها ميديترينيان دايت. ميديترينيان دايت ده اللي هو بيعتمد مني على الاوليف اويل، زيت الزيتون، هو ده المين سورس اوف فات. معاه كمان انا بزود الانتيك بتاعه الفيتامين وسوري الفروت والفيجيتابل، بقلل خالص البروسيسد فود، وبقلل الريد ميت برضو، دي بقللها خالص، بقلل الحاجات اللي فيها شوجر سويتند بيفرج، كل ده تقل خالص. وبرضو يبقى في مودريت انتيك للحاجات اللي هي لين ميت، مودريت انتيك للسي فود. فالميديتيريان دايت ده ليه ان هو ده مور افكتيف؟ كمان العيان اللي بيبقى اندر ميديتيريان دايت ليه بيحصل فيرجن الجلايسيميك اندكس بتاعته، بيحسن الميتابوليك بروفايل بتاعه، ده فيري افكتيف حالات المفل. في برضو حاجه تاني برضو عايزه انبه عليها دلوقتي، ده الافكت بتاع الويت لوس. الحاجه الوحيده اللي الفود والدراج ادمنستريشن اجمعت وقالت حسب الديجري، انت مثلا لو حصل ويت لوس اكثر من 3% ممكن السيتوزيس تحسن بنسبه 35% من العينين، يحصل سيتوزيس امبروفمنت. طب لو ان الويت لوس ده 5% من الويت لوس، حصل ويت لوس 5% البانونج انفلاميشن ممكن يتحسن. كل ما بزود لغايه 10% ليه كمان في 10% ممكن الفايبروزيس نفسه يحصل له ريجريشن 45%. فانا عندي الرينج من 7 ل 10% ويت لوس، هو ده الادفيزابل في العيان بتاع المفل. تمام، احنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا هو رمضان فاستنج، في كرونيك في ليفر ديزيز ثانيه بيبقى كونترا انديكيتد او ليد ديريس افكت، لكن في المفلد البيبر دي اتنشرت وقالت ان رمضان فاستنج في النون الكوليك فاتي ليفر ليه طبعا يعني بينيفيشال افكت. اولا ان هو لقيوا ان رمضان فاستنج 15 16 ساعه ديورينج مانس ده ديكريز البودي ويت والبي ام اي، كمان امبروف الميتابوليك بارامتر زي الجلوكوز والانسولين ريزيستنت. ووجدوا كمان ان بعض الريسيرشز قالت ان رمضان فاستنج مي امبروف الليفر انزايم وسيفيريتي هيباتيك سيتوزيس. بالنسبه بقى للماكرو نيوترينت، العيان هياخد ايه؟ انا هدي دايت هايبوكالوريك دايت، فالهايبوكالوريك ده حاجات ماكرو نيوترينت وحاجات مايكرو. الماكرو هركز ان الكارب لازم يبقى له كارب، اركز على الحاجات اللي هي لو جلايسيميك اندكس، ان انا الحاجات اللي جلايسيميك اندكس بتاعها اقل من 55 لازم دي تبقى هي مين في الدايت بتاعتي. زي مثلا الحاجات الاوتس والفروت والفيجيتابل، لان اللو جلايسيميك اندكس كارب دي بتقلل الكالوريك انتيك وبتزود وبتقلل البلازما جلوكوز ليفل وبتقلل التوتال كوليسترول ليفل. لو هياخد فات، الفات بتاعي لازم يبقى اقل يكون اقل من 30% من التوتال كالوري، واركز اكتر على الحاجات البوفا والموفا اللي هي المونو انساتوريتد زي الاوليف اويل، او البولي انساتوريتد زي اللي هو زيت السمك وزيت بذره الكتان. دي الحاجات اللي المفروض استخدمها يعني حوالي مثلا 10-15%، واقلل حاجات الترانس فات اللي هي زيوت المهدرجه والحاجات المصنعه والمعجنات، كل ده لازم يقل علشان يديني افكت في المانجمنت بتاع المفل. في حاجه برضو اللي هي الفود اديتيفز، وقالتها الدكتوره اميره امبارح، اللي هي مكسبات الطعم دي، ليه؟ ان هي طبعا بتزود الفات ليفر ديفلوبمنت، وكمان ليها ممكن تعمل ديسبليزيا وبعدين ذهبات وسايت، وبلس ان هي كمان ليها هاي فراكتوز كونتنت، فده برضو ده هيبقى دي بس الكولين. بس نقطه معينه، احنا كان زمان يتقال للعيان ما تاكلش بيض عشان ما تزودش الكوليسترول، لا، احنا البيض هو البيض ده اساسا المين سورس للكولين، والكولين ولقيوا ان العيانين بتوع النفل عندهم كولين ديفيشنسي، وحتى انا الجسم الطبيعي بتاعي ما بيدينيش كولين سفيشنت ان انا ايه يعني كان ويز ستاند يعني ستريس افكت بتاعي. فهو قالوا لا، ده انت العين بتاع المافلت هتقلل الكولين او تقلل البيض ممكن يدخل في ايه، هيزود البروجريشن في النافلت. فخير الامور الوسط، هو ياكل 3 بيضات في الاسبوع كده، انت مش هنزود يعني ليبيد بروفايل، في نفس الوقت ما يتعرضوش لكولين ديفيشنسي. هو اشهر سورس ليه الكولين البيض والكبده والحاجات اللي هي بتاعت الاسماك، بس اشهر حاجه طبعا هو استخدم الفيتامين في المانجمنت من ضمن الفارماكولوجيكال ثيرابي، يعني بندي حوالي 800 ملي جرام بير دي مع الاورس ديكوسيكوليك اسيد، وليه ان هو طبعا الافكت بتاعه خلص. فيتامين دي لقوا برده 25% بتوع المافل بيبقى عندهم فيتامين دي ديفيشنسي، فانا لازم اعمل مونيتور للليفل بتاع الفيتامين دي بحيث لو في ديفيشنسي اعمل سبلمنتيشن. البوليفينولز اللي هي الحاجات الموجوده في الشاي الاخضر اللي هي زي الماتشا والحاجات دي، جرين تي كاتيكنز والكركم والكلام ده برضو ليها انتي اوكسيدنت اند انتي انفلاماتوري افكت، كل دي حاجات كلينيكال ترايل، لكن بروفن فارماكولوجيكال ثيرابي مفيش حاجه ابت ناو. لكن يعني طبعا هو التيبل ده بيوضح الحاجات اللي استخدمت كانتي اوبيزيتي او انتي دايابيتيك زي الجلوكاكون، اول حاجه الجلوكاكون لايك بيبتايد ريسبتور اجونست دي ليها طبعا ليها بنفيشال افكت على السيتوزيس، اللي هو الليراجلوتيد والسيماجلوتيد في السوق اللي بيستخدم في الاوبيزيتي. في برضو الصوديوم جلوكوز لايك ترانسبورتر انهيبيتورز ليها برضو بتحسن السياتوزس وبتحسن ليفر انزيم، لكن الكوير افكت على الانفلاميشن. في الجليكلازون
واخيرا البارياتريك سيرجري، هل العيان بتاع المفل ده عمله بارياتريك سيرجري ولا ما عملوش؟ هو كان في ديبيت. الامريكان اسوسيشن قالت هو دونت كونسيدر الويتو سيرجري از ان استابليشد اوبشن، رغم ان هي ليها بينيفيشال افكت ان هي بتحسن ستاتوز انفلاميشن. فانا عشان العيان ده يدخل في بارياتريك سيرجري لازم يبقى في انديكيشن ثاني معاه مفد، لو هو ناش فايبروز معاه هايبرتنشن او ليفر ترانسبلانت كمان. ثانك يو. شكرا. أو أنا بشكر الدكتورة زينب، طبعاً المحاضرة كانت عايزة وقت أطول، هي طبعاً مصرة توصل الرسالة كلها، طبعاً احنا خبطنا لها كذا مرة. شكراً دكتورة زينب، وأنا في نهاية